السلام عليكم ومرحبا بالجميع. فيديو اليوم يتعلق بوثيقة مهمة. هذه الوثيقة تدخل في الوثائق المطلوبة للفيزا، بالنسبة للفيزا سياحة اللي هي تكون تجمع العائلة، يعني تكون مجموعة من الأفراد ديال العائلة، ولا بعض الأحيان تقدر واحد الفرد. وهاد اوتوريزاسيون، يعني التصريح، تيكون خصو ضروري يكون عند هذاك الشخص اللي باغي يدير مثلا طلب ديال فيزا سياحه. بعض الاحيان تيكون مثلا الزوجه باغا دير مثلا السياحه هي والابن ديالها مثلا، وهاد الزوج هذا انه ما غيمشيش، والعكس، ولان مثلا الزوج غيدير سياحة ولكن ما غيمشيوش الأفراد العائلة كاملين، وربما أنا غتمشي مثلا غير الزوجة أو الزوج والأبناء ديالو، والزوجة أنها ما عندها مثلا مشغولة ما غاداش. فهنا تنشوفوا هاد الأوتوريزاسيون بأنني تنصرح لهذاك الابن ولا الابنة، ولا تنصرح لهذيك الزوجة بأنهم يسافروا او انهم يديروا هذيك فيزا سياحه. اذا نتكلموا على هاد النموذج هذا اللي هو مطلوب، هاد النموذج اللي خديناه من بي ال اس التابعه لاسبانيا. وهاد النموذج كذلك فهو نموذج بالمجان، يعني موجود في الموقع، وغادي نحاولوا نعمروه جماعه ونشوفوا كيفاش تنعمروه وشنو المطلوب منه. إذن هاد النموذج كما تنقولوا انه الان بالفرنسيه، راه ممكن في بعض الاحيان مثلا بالنسبه لاسبانيا قدر بعض الحالات تطلبوه يكون بالاسبانيه، اما الان فهو بالفرنسيه ومطلوب بالفرنسيه على حسب الوثائق. هذا الشيء علاش خصنا دائما تنأكد عليها، دائما خصنا نردوا بالنا من هذوك الوثائق قبل ما ندفعوا. خصنا نشوفوا البي ال اس الشركه اللي تابعه لاسبانيا، ان شنو هي الوثائق، واش مترجمه ولا مثلا بالفرنسيه ما كاينش ترجمه. الاضافه كذلك في هذا الموضوع هو انني غادي نعمرو بواحد الطريقه اللي هي تعتمد على البي سي، ولو ان تقدر تعمرو بالقلم وراه يعني انه ديز وما فيه حتى شي مشكل، لكن اليوم غادي نحاول نعمرو بواحد البرنامج اللي هو كنستعملو في البي سي، اللي هو كلشي تعرفوا اكروبا رايدر دي سي، اللي هو تشوفوا في هاد الجانب هذا. غنعمروه بهذه الطريقه هذه، اونبليغ تنكليكيو عليها ونجيو نشوفوا هنايا. جو سوسيني مسيو، مثلا ناخذوا نموذج مسيو، جو سوسيني مسيو، نقلبوا للفرنسيه. اذا مثلا رادي سوسني، غادي مثلا غادي سعيد مثلا، عندنا غادي سعيد او سوسني غادي، هنا ماشي هنايا ولكن نهبطو نديرو لتحت، هنا في بلاصة منو غادي كليكي غادي لو نو، يعني اسم عائلي. هنا غنديرو اسم الشخصي سعيد، ماجيسكيل، هنا رقم بطاقة الوطنية ماجيسكيل دائما، تي 3 5 4، ادريس مثلا ادريس اللي عندنا ناخذو مثلا اكتال، نعيش نموذج اكتال حي الرياض رابع الماروك، هذا مثلا اوتوريزي بار لا بريزونس ا، بانني تنصرح لمن مون فيس ولا ما في، على حساب
حسب لمن غادي نصرح انايا. ها مثلا صرح مونفيس مثلا خالد راضي سبيل المثال. خالد راضي ني مثلا 22 26 2000 سن 22 23 2005 مثلا. يعني تم اوتوريزي لهاد الطفل ديالك مثلا الابن ديالك دي مو روندو لا ميم ادريس، يعني في نفس الادريس اللي تعيش معايا، يعني تن اوتوريزي ليه باش يمشي مثلا اذا كان غيمشي مع الام ديالو مثلا. مثلا نفرض هذاك الاب ما غيمشيش والابن غادي يمشي، ولا العكس، ولا مثلا اذا كان هذاك الطفل الابن غادي يمشي مع، ولا الابنه غتمشي مع الام مع الاب، فحتى الام حتى هي خصها دير هذه الاوتوريزاسيون، خصها ديرها في الملف. هذاك الطالب ملي غيدفع الاب مثلا هذاك الطلب بالنسبه ليه وبالنسبه للابن، خص يكون فيه اوتوريزاسيون ديال من ديال هذاك الابراهيم، ما يمكنش يخرج بلا ما تكون هذيك اوتوريزاسيون، يعني اوتوريزاسيون ديال هذيك الام، والعكس كذلك. فهنا تنتكلموا على هذوك اللي اقل من 18 عام القاصرين، فلا بد من هذه لوتوريزاسيون، فهي وثيقه مهمه. اذا دي مو روندو لا ميم دريس بور سو روندر ا ليترونجي اسبان افيك، يعني باش يمشي هو مثلا اذا كان غادي يمشي لاسبان مثلا غيمشي مع من مثلا، نفترض انه غيمشي مع الاب ديالو. اذا هنا ولا الام ديالو، هنا درنا الام، درنا الاب هو اللي تي اوتوريزي لمن الام مثلا، تي اوتوريزي الام مثلا الام اللي هي نعتبره مثلا ناخذ نموذج ناخذ مثلا سبيل المثال خديجة مثلا، خديجة هشيم مثلا، خديجة هشيم، يعني أن الأب تي أوتوريزي و تي تيرخص شي تيصرح تيرخص لمن تيرخص الام ديالها باش ديها معها او باش تمشي معها في الفيزا، يعني تدخلها في الطلب ديالها باش تمشي معها. هنا الا كانت هاد الابنه عند تيتولير ديال هاد النخطو مثلا عندها واحد رقم البطاقه الوطنيه ديالها دي على سبيل المثال، مثلا هنا تنكتبوا الرقم داك الرقم ديال الكارت ناسيونال. À l'effet de passer son séjour touristique. إذا هنا باش تقضي معاها هذاك، يعني هذاك الأيام ديال الإقامة معاها في السياحة، كتمشي معاها وتقوم معاها في هاد الأيام ديال السياحة أو السفرية. إذا هنا أنا الأب هو تيرخص الأم باش تاخد معاها الإبنة ديالها ودفع ليها الفيزا وتمشي معاها في السفرية ديالها. راه ممكن حتى هاد الأوتوريزاسيون هاد الترخيص هذا فهو تقدر تطلب في المطار. إذا هذاك بيزون شارج واخا تندفعو مثلا القنصلية، راه ممكن حتى في المطار يطلبوك هاد الوثيقة، واش نتا عندك أوتوريزاسيون عندك ترخيص بأن الأب خلاك انك تمشي مع هذاك الابن ديالو. الابن ديالو انتم الابن ديالكم جوج، ولكن خاص تكون هذيك اوتوريزاسيون ديال الاب. الا ما كانش الام ما يمكنش تخرج هذاك الطفل، ما يمكنش تخرجه. وحتى الاب حتى هو كذلك ملي تيكون مثلا باغي يدفع الطلب ديال واحد الابن، فهو كذلك خصو هاد اوتوريزاسيون تكون كذلك. سيت اوتوريزاسيون اي ديليفري ا لانتيريسي بور سيرفير اي فالوار سو كو دو دوا، يعني انها يعني هذه الوثيقه تنستعملوها في هذه الحاجه هذه. اذا هنا تشوفوا هذه هي هذه الوثيقه اللي هي تكون مطلوبه وثيقه اساسيه لكل شخص، يعني مثلا الزوجه باغا دير فيزا سياحه مع الابناء ديالها، ومثلا الاب ما غيمشيش معها، ولا العكس اذا كان الاب غيدير فيزا سياحيه والام ما غاتمشيش معاه، راه خاص الام دير فيزا سياحه دير ترخيص
او هذا الترخيص هذا الابناء ديال الزوج باش يدي معاه الاطفال ديالو. ان هذه وثيقه ايضا تبقى من الوثائق المهمه. حاله مثلا اذا كان الزوج والزوجه غادا معا هنا ما تنحتاجوش هاد الوثيقه هذه، لان الزوج والزوجه راه هما غادا مع الابناء ديالهم. هنا ما كاينش مشكله بلا ما نديرو هاد الاوتوريزاسيون، ما تلقوش بالوثائق. فهاد الوثيقه تدار من اللي تيكون واحد فيهم كاين والاخر ما كاينش مع الابناء ديالو، هذه مع الابناء ديالو. اذا تيكون تنظن ان الفكره واصله. من بعد راه الطالب بنفس الطريقه خصو يمشي انجليزيها في المقاطعه، وتنخلي تندفعها بالنسبه لملي تندفع ملي تبغي تدفع فيزا، وتنخلي واحد النموذج معايا كذلك باش حتى انه بعض الاحيان تيطلبوه ليا في المطار. اذا هاد المساله من اجل التوضيح، وتنتمنى ان الكل استفاد من هذا الموضوع هذا. وهنا تنكون وصلنا للاخير. كذلك باش ما يفوتنيش نزيد واحد الفكره اخرى، هو قلنا باش نعاود ناكد عليها، هو ان الان هذا النموذج راه بالفرنسيه. اذا كان مطلوب بالاسبانيه راه غنديرو بالاسبانيه، وبعض الاحيان هاد النموذج نقدر ندير له ترجمه اذا كان مطلوب ترجمه بالاسبانيه. دابا ما كاينش ترجمه بالاسبانيه حاليا. اذا شكرا على المتابعه، والى اللقاء والى فرصه قادمه بحول الله.